ستيشن كيكا بعد التسعة. آخر ربع ساعة في حلقتنا اليوم واصلين معاكم في الرف ماج، ربع ساعة في الحلقة القبل الأخيرة غدوة إن شاء الله الموعد مع نهاية الموسم السادس. شكرا على وفائكم اليوم، على اختياركم لينا تيلة الموسم باش نترافقوا في رحلة الماتينال. باش نوصلكم كل صباح غدوة ستكون كما قلت الحلقة الأخيرة من الموسم السادس. جيب حدانا كل المجموعة، باش يحضر معنا مراد، سندريلا، البرنس، زياد، ناصر، سونيا الدهماني، برهان بسيس، باش يحضر معنا بيان سور اللي بدا معنا الموسم ما كملوش صديقنا طارق العلاني باش نهيو معاه ان شاء الله الموسم. ورفيق النجم ونجيبو زيد رامي وحاتم بالحاج، خاطر حاتم بالحاج زيد كان من الناس اللي عوضنا، اللي عوض حاتم بالتليفون. صديقنا رامي زيد باش يكون حاضر معنا في البلاتو. دونك كل واحد نبداو ديريكت كلمه الختام فينا كل المحاضر. باش تحط اغنيه تاليتا هذيك حلوه يا بلدي. شكرا مراد. يلا نمشيو لصديقتنا سندريلا تو سويت البطاقات. يلا كارتون دو جور. حسك في كوميك صديقتنا سندريلا. بالورقة باش نحكي على مراد الزغيدي، باش نحكي على السي العايش العجرودي مالك قناة الجنوبية واللي اهتمت به فرنسا الكل في آخر الأسبوع بعد خروج خبر وهو قنبلة يقول حول إمكانية شراءه لفريق أولمبيك مارسي. الإعلام الفرنسي اهتم بالموضوع نظرا لشعبية أولمبيك مارسي، وإذاعة أوروبان استضافت مراد الزغيدي نهار السبت حول السي العجرودي. مراد قال كلام عموما موزون، لكن السي العجرودي ما عجبوش هالكلام، والبارح عند زملائنا في شمس فام قال كلام خطير. خلينا نسمعه. نسمع مراد في اوروبا وبعد نسمع العايشي العجرودي شنو قال. يلا مراد في اوروبا. On va dire que son passé et son présent de dirigeant n'est pas très très reluisant pour un petit club de la ligue professionnelle en Tunisie. Bon, Mourad, d'après les informations que nous avons en Tunisie depuis 10 ans, l'essentiel de la fortune de Ayachi Ajroudi s'est fait en tant qu'intermédiaire du palais saoudien, de l'establishment saoudien dans différentes missions à travers le monde. Il n'est pas facile de trouver des affaires ou un secteur dans le business ou des sociétés ou des entreprises qui sont entièrement au nom de Ayachi Ajroudi. سمعتوا مراد الزغيدي قال كي تدخل في تونس وتلوج ما تلقاش شركات باسم العايشي العجرودي. انا ما عرفتش المعلومه ولكن عندي ثقه في كلام مراد. يقول انه تقريبا متعارف عليه انه هذا الرجل يتعامل مع النظام السعودي عادي، حتى مشكل حتى شركات اللي برا يتعاملوا مع النظام السعودي مقرب للنظام في العربيه السعوديه، العائله الحاكمه عادي. هذا ما قالوا مراد الزغيدي في أوروبا. حكي على تجربته في الملعب الجيبسي في تونس وقت اللي كان هو رئيس 2018-2019 وقتها أسقط الفريق للدرجة الثانية. نسمع توا رد العايشي العجرودي على شمس فيه. مراد الزغيدي زاد كيف كيف أن العجرودي نقطة استفهام، شركاته مش معروفة، ما نعرفوش في تونس، معناها كيما بيس بورتي سي با جونتي دي سا بار. هجمني وقت اللي كان في الحد الرياضي وزاد هجمني سنة الآن سنة أوروبا. أوروبا تكلم فيك على تونسي، تسأل فيك على تونسي، أنا أما خير أش تسمع بتونسي نتقدم لك على هذا اللي قاعد يصير، ولا تسمع لي عامل قنابل ولا ضارب ولا قاتل. واش عملت لك أنا مراد؟ نعرفك ما نعرفكش، ما نعرفكش أنا. وقت جيت تتهم أنت العجودي شركاته، ادخل على البورصة، شوف البورصة، شوف العمل، شوف إيش قايمين به. ويني وينك أنت سي مراد تدخل فيه على أوروبا؟ هاكا مراد زغيدي. أي. أقول له شنو قاعد يحكي سي مراد زغيدي؟ يزدي، يقول له يزدي. قال باللفظة هذه، قال اللفظة قال نعم، قالها النصبة هذيك قالها، فهمتي الوصيف هذايا ونعرفوه. قالها وكل الفرنسيين مسجل عليه احمر. قول له انا اقول لك انت احمر. باهي سمعتوا رد العايشي العجرودي، خذينا مقتطف نتاع 50 ثانيه تقريبا ما قالوا البارح في الرد نتاعو على اذاعه شمس فام، انه مراد قال في الكواليس نتاع الكوميونيكاسيون اللي صارت، معناها مش تورونتين تعديل، بما انه هو اصدقائه اللي خذاوه في اوروبا مراد بحكم تجربته الكبيره في كانال بلوس. قال سال ناجر على ولا ناجر على ما نحبش حتى نقول هالكلمه. قولوا انت بماذا متهم اليوم؟ اتهمك بانك قلت عليه ناجر في الكواليس وانت تحكي وتدردش مع المعد والكرونيكور والانيماتور في انتظار وقتها تتعدى سور اونتين. ما نعرفش منين ليه المعلومه حتى ولو قيلت، هذا السؤال الاول الساعه، من اين له المعلومه حتى ولو قيلت بما انه قالت في الاوف. اثنين الاتهام خطير.
قد يلوموا عليك بعض التوانسة مراد علاش تقول هكا على رجل هذا عادي معنا خليك تفعل معه وبعد ترد على الاتهام الخطير والخطير جدا وكل التضامن معك مراد لأنه التهمة خطيرة جدا جدا جدا. علاش رجل أعمال تونسي خليني نقول يا سيدي صحيح ولا غلط فرش له كوارتو في أوروبا من الاخر في لغة التوانسة مراد. أنا معناها في المسير بكل تواضع بطبيعة الحال في المسيرة متاعي من اللي بديت نخدم معناها يعرف علي حاجة هي نوع من الموضوعية. أنا مش خاطر تونسي لاني باش نشكره لاني باش نذمه أوروبان كي كلمتني لأنه صحفي معناها عنده اسم صغير في فرنسا ومعرفوه فرنساوي تونسي. دونك أنا عمري ما نتعدى في حتى قناة باش نقول حاجة غير الواقع. الواقع أنه سيد العايش العجلودي فما غموض كبير حول أعماله هذا بوضوح. أنا قال بارح في شمس أنه هو عنده شركات في البورصة. أنا ندعوه اليوم أنه يقول لنا اليوم كتوانسة شنية الأعمال اللي عنده في تونس يعطينا بيلان متاع الشركة متاعه في 3-4 سنين الأخيرة. هذه حاجة باريير أنا قلت أنه يخدم مع نظام سعودي وهذا حق من حقوق. لكن رفيق هذا الكل يناقش. شفت حتى الكلمة الخايبة اللي قالها عليه اللي نورمال ما تقالش. أنا سمعت مش حمار ما تتقالش كما في قلة الأدب اللي أنا عمري ما قلتها عليه معناه بالعكس قعد في هذا الكل ما يهمش. أنا جو سوي أنوم بيبليك ديزولي حتى حمار تهمش يا سيدي نقبلها ميسالش. أما الاتهام الآخر اتهام خطير جدا وأنا نعلم من هذا المنبر أني راني باش نشكي بيه وبش نقضي. أنا نقبل النقد في كل شيء. اتهام العنصرية ليست رأي. العنصرية جريمة وأنا آخر واحد وأول واحد في دونس يدافع على كل حاجة عندها علاقة بالعنصرية. دونك الاتهام اللي قالوا أولا بطبيعة الحال تتصور أنت ولا الأولاد بصفة معقولة أنا في الكوليس نحكي معناها ديريكتور دي سبور متاع أوروبا اللي هو الشخصية باش يقول والله هذيك الكلمة اللي أنا ما نقولهاش عيب عيب. أنا ديما نقول ساعات كي نحكي كما قبيل حكيت مثلا على مهدي بن غربي قلت قولوا فيش حب أنا ما نعرفش عمل ولا ما عملش ولكن ساعات معرفتك بالشخص تخليك يلزمك حتى من باب الأمان أنك نعرف مهدي أخلاقه مش هكاك في الدنيا لأني نحكي على أعمال ولا حتى شيء ماهوش من النوع اللي يكون قاعد يعمل هذاك. على ذلك قلت أنا متأكد أنه فما حلقة ناقصة وصلت مهدي يعمل ردة الفعل هذا. مراد قد نختلف في 90% من المواقف ولكن من المستحيل أنه يكون نهار تلفظ بعبارة عنصرية لأنه مراد من الناس المرضى بالدفاع على توسكي مشاكل في علاقة بالعنصرية اللي ساعات تقول مراد يزي معنا رأيذي مش عنصرية الكلمة يقول لي لا خاطر هذيك نجم يكون وراها كذا وكذا والمقصود بها كذا والعبد ذاك يتمس يقنعني ما يقنعنيش. السيد ما ينجمش يكون نهار تلفظ بمعرفتي به اللي تو أكثر من 3-4 سنوات نعرفه بعضنا يكون في يوم ما تلفظ بعبارة من النوع هذية. كل التضامن معك رجع لك الكلمة ولكن حتى كلمة حمار تستحق أنك ترفع عليها قضية يا صديقي لأنه سلب ليه ما بش شو حمار يا مراد ما تتقالش هذيك ما تتقالش يا سيدي برا نقوله لي أنا كنت قد هو يعتبر أنا كنت قاسي معك تكلمت في أوروبا ولو أنا تكلمت بصفة موضوعية وحضرت سيارة وكان سي العجرودي داير أبروبو قبل ما نرجع للعنصرية وأختم تقلق مني عليه أنا نعتبرها تمسيحة راه مسحنا عليه في أوروبا اللي يستنى فيه من طرف الصحافة الفرنسية اللي باش تحل عليه الدوسي خاطر راهو رفيق وناصر والحاجة ويعرفوا الكرة كيفي اللي باش يشدوا أولمبيك مارسيليا شخصية من التوب 10 في فرنسا راهو بعد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رؤساء بي اس جي ومارسي حياته الخاصة بالغرزة تبع فيه معنى انت كان هذه تقلقت من كلمتين فما بالك الدوسيات اللي توا باش تتحل عليك وبيسك هما باش يحلوا الدوسي عليك. انا نقول له من توا سي العجل حتى انا باش نحل الدوسي عليه لانه كلام اللي قالوا اختير انا عطيت حاجات موضوعيه نجم يتناقش. وفيما يخص العنصريه الكلام اللي قالوا اول حاجه كذب وافتراء معناها اول حاجه كذب مستحيل انه اي واحد يتصرف هكاك في اوف انت في الراديو باش تجي تقول ريداكتور شايف الكلمه هذيك اللي ما تتقالش. دونك باش نقضيه خديت حق الرد من بعد ونتكلم في شان لانه هذا مسني في الشخصي ومش كصحفي وهذه ما نقبلهاش. انا عندي عروق جبسيه باراير عندي عده اصدقاء مهمين في جبس ودير حلينا عليه الدوسي الكل وتو يشوف لكن هذا الكل مهما كان
ما يسمحلوش باش يقول هالكلمه النابيه. وسامحني ناصر كل التضامن معاك مراد، ومن حقك ترفع على قضيه في علاقه بالعنصريه، ولكن نتوقف مره اخرى على كلمه حمار. ليه قله التربيه اللي ولات مسموح بها وعادي، ممكن تعديها انت ويعديها سيد ولي عادي. شو جيت تريت عبد معناها بحمار، عنده ام وعنده بنيه وعنده مرت وعنده كذا، على خاطر خالفك في الراي والا نقدك والا كذا، مش عادي مش عادي ولا كلمه ناس. انا نحب نقول حاجه سي العجرودي، انك اليوم راهو تحب ولا تقرا الاكسبيريونس نتاعك في الملعب الجبسي ما كانش ناجحه. اليوم رياضيا كي حكايه مراد وقال التجربه نتاعك ماهيش ناجحه، رياضيا بالحق ما كانش ناجحه. اليوم الملعب الجبسي قبل ما تاخذه انت كنت رئيس، كان الملعب الجبسي لعب كوب دي لاكاف ومشى لبعيد وكان موجود ديما في الفتره الاخرانيه وتعب برشا نوادي في تونس. اليوم انت ماكش ناجح معناتها من الناحيه الرياضيه، اليوم داخل انت الميدان الرياضي وانت ماكش متمكن منه وماكش حافظ الاساليب. هذا يقيم معناها. نحكي لك نحكي لك التقييم يا اخي. هذا كله هذا كله كله يناقش. صحيح. اليوم فشل في الملعب الجيبسي، خويا غدوه باش يجيبوا له 1000 مليار اصدقاء ورجال اعمال وكذا، ينجم يهز اولمبيك مارسيليا تشامبيونز ليج، هذا لا يمنع هذا، ولكن انه ما تقبلش نقد، خليك تتصرف بالطريقه هذيك وتكيل اتهام بالخطوره هذه، انا معك في انك ترفع قضيه، خلينا نوقفوا هالنزيف اللي عايشه فيه بلاد كامله، الكل يتهم الكل بما يريد والقضاء يتفرج، لانه الناس ما تشكيش، وقت اللي تشكي يتحرك القضاء باش الناس تتعاقب. يوم ما عادش عندي وقت. انا ما نعرفش سي العياشي عجرودي، ما نعرف مراد مليح، مراد متربي متخلق ضد العنصريه، عمره ما يمس في اخلاق ولا في انسانيه حد، بالعكس ضد العنصريه مهما كانت نوعها. انا متضامنه معك وتستحق شهاده في المحكمه. تعيط لي انا، عيط لي باش نقول راهو كل مره تجبد حكايه العنصريه. اش بيك يا زياد؟ يعلن تضامنه زياد. حتى انا متضامن والله. ليه خاطر مراد تحب ولا تكره خويا، نفادلكم معاه كل والله، كما قال رفيق ديما يدافع على العنصريه على الاقليات في تونس على الحريات. بالحق مراد بعيد بعد كبير برشا على الشيء اللي قالوا العجرود. نمشيو للبطاقات، نحاولوا نقراو بطاقه من البطاقات. برنس عندك انت اسامه الملولي، يلا نحكيوا على اسامه الملولي فيما تبقى من دقائق في حلقتنا اليوم. يلا برنسي. اليوم في حديث خاص لجريدة الشروق أسامة الملولي، خلينا نقولوا حط النقاط على الحروف. اش عمل أسامة الملولي؟ قلنا يا مع كامل احتراماتي المراد، راه مراد بجاه ربي راه عاقل يا سيدي، والله العظيم والله العظيم عاقل ومتربي بصفة غريبة، وربي يرحم الوالدين. والدليل انه متحملكم. أسامة الملولي قال لهم بجاه ربي سايبوني، كان المليار اللي تحكيوا عليه كنتوا تعطيوا فيه المنحة ليان، راهو هذيك مش مزيه، هذاك القانون واشب. قال لك اليوم قالنا نعيش بمنحه البطاله اللي تعطي فيها هو بطال في امريكا. ثالث حاجه قال بربي الزيو من الحرب اللي حلينها عليا باستعمال امي. نقول له يا اسامه من المنبر هذا مني فاهم وتعرفني انا قداش دفعت عليك. انا نحبك تجري، عاونوك ولا ما عاونوكش، علاش؟ لانه فما رقم قياسي راك باش تحققه، وانه هو باش يكون التونسي الوحيد مراد صلحني كان انا غلط اللي باش يشارك في الالعاب الاولمبيه 6 مرات. ربح ولا ما ربحش ما يهمش، انت شارك على روحك، جيب لنا تيتر ان شاء الله، كان نجم كان ما نجمش الا غلط. تو الشعب الكل يقف معاك، والشعب انت روح تونس كلها تحبك، الجامعه زاده راهي تحبك، حتى الجامعه زاده نحبك يا اسامه، تعرفني قداش نحبك ونحب الوالد بتاعك. يعني ما فماش، الناس كلها في القرار. وين الاخبار؟ وين الاخبار؟ اسامه الملولي اشتكى. وتحبوه وتحبوه. باهي تعب. اسامه اشتكى. تفضل. اشتكى. يا اخي. وابتكى. وابتكى. عنده الحق. فعل ابتكى. اشتكى وين؟ فك علينا تو. باهي تفضل. ونقول له يا اسامه راهي الامور مهلهله في البلاد. واضح. الجامعه الكل تو ما تنجمش تعطي. ولذا يا خويا نحب يشارك، هاو الاخبار، نحب يشارك حتى يكون البطل الاولمبي التونسي الوحيد اللي شارك في الالعاب الاولمبيه 6 مرات. كل الارقام القياسيه في صف بطلنا الاولمبي اسامه الملولي، حاز ميداليه ولا لا في الاولمبياد القادمه لن يغير شيء، تاريخه راه واللي صنعه اسامه الملولي تاريخيا ورياضيا يصعب ان ينافس وان يحقق كيف ولا حتى ولا اكثر منه، هو بطل اولمبي بكل المقاييس. قديمك النقطة ذيك والبين معقفين وبين ظفرين، حكيت أمه مشاكل وبرشا، راهو أمه دخل
كثرت اكثر من اللازم، كلام برشا كلام على الحكايه ذي، ولكن يقعد بطلنا اولمبي حتى نختها نجم كان ندافع على اسامه حسايد في الاولمبياد بحكم السن وغيره يصعبه، وسيكون انجاز تاريخي انه اليوم اسامه يجيب لنا ولا ميداليه، ولكن نتمنى وهذا ان شاء الله في الالعاب الاولمبيه القادمه. دقيقتين تفصلنا على نهايه حلقتنا لليوم من راف مايك، لاول مره نحب نعطيك حقك زياد المكي، البطاقه الوانها وتفاصيلها تسويت يلا يا راف البطاقه نتاعي بطاقه حمراء لكل واحد فهمتني ولا يقول جمعيه لا كلام بذيء على صحافي كيما مراد زغيتي لا هذاك تعدينا لا ما في بالي مش نربط يا راف ضمنت مع مراد وانتهينا نحكي خلي الاخرى نتاع لكتو في علاقه بالخبر اللي حكيته لي في العرس شكون يا راف ما عنديش ورحمه باب يا راف بطاقتي نحب لكم انتوما كيفاش عديت معاكم عام بيت هذا غدوه اليوم ما فماش يا رفيقتي غدوه هذاك توسكي رومرسيمون نحكيو على البطاقه نتاع قبيله واللي صار في اسبانيا في علاقه بالازمه الاقتصاديه اللي تمر بها اسبانيا والاحتجاجات الكبيره اللي في الشوارع الاسبانيه يا راف على خلال الخبر هذايا الحكومه الاسبانيوريه عملت قرار حلو حلو برشا انه يا راف البواتات في الليل المداخيل نتاع البواتات في الليل نتاع ايبيزا وكل باش يمشيو المرابيح نتاعهم بنسبه 60% 60% من مرابيح البواتات اللي ماشيين للعائلات هذيا اللي هابطت المعوزه اللي هابطت تحتاج وكل وهذا يعتبر قرار معناتها ثوري قرار حلو برشا تحب ولا تكره البواتات في اسبانيا معروفين يدخلوا في هز على التليفون تو نورمال نحكي اعتذر كمل لكن والله قرارات حلوه برشا قرارات تاريخيه تعرف انت الوتله والبواتات في اسبانيا شي يدخلوا فلوس ولكن البادره اللي عملوها انه باش يعطيو 60% من المرابيح نتاعهم للعائلات هذيا اللي تعاني ونسيتها الصغار اللي كتلوا على الانفصال اليوم هذيا حكايه قديمه يا الراب حكاو عليها جماعه محبين تاع برشلونه كل يظهر لي تو باش يتجاوزوها خاطر لانه الازمه الاقتصاديه والكورونا وكل ما تخليهمش يحكيو في المشاكل هذه علاش؟ خاطر تو كورونا الراف وعباد جواعه وكل دونك خلي شكون يبخبخ هذا خلي الراف يفضوا المشكله هذه وان شاء الله ربي يبقى عليهم الستر غدوة الحلقه الاخيره زين غدوه راف غدوه الحلقه الاخيره غدوه السادس رئيس اسبانيا رئيس اسبانيا شبيه؟ اسمه مش ملك ملك اما شو اسمه بالحق الملك زيد غدوه الحلقه الاخيره ان شاء الله يا راف بيب رئيس اسبانيا خليه يكمل غدوه نحب نشكرك يا راف والله قد ما نشكرك وشويه يرحم والديك ديما نقولها انت صاحب كلمه يا راف اللي توعدنا به اول عام يطبق وهذيك هذيك قوتك مع الكرونيكوريت خاطر عندك مصداقيه كلمة الختام كلمة باش نموت انا وحدي شبيني ما غدوة تنقول كلمة الختام